وسهلا فيكم جميعا. يعني صبحية حلوة طبعا بإذن الله بهالوجوه الطيبة الحلوة اللي متحمسين اليوم بسم الله من أول موضوع ولازم الفلع. ما في ولا وحدة نزلة خسرة بالبيت أبدا، يعني الحمد لله كلهم متواجدين. لو شو وحدة لو بتعيني خسرة لأني ما في خسر بالمرة، مرومين برا ما بيحصل. فكينا نحكي ما في هون يعني هذا إشكال، يعني ما في إشكال. أنا من القمر يلا يجبر بخاطرك يا رب. زقبولة دقيقة زقبولة الله يجبر بخاطرك كلك ذوق تكلنا على الله ليبني أربعة. وحدي عارم اللي بعيد عن السامعين عم يدفنوا جوزة وهي غشيانة ضحك، هني قالوا لها الناس عواضي بسلامتي ويدروا له هني قالوا لها عواضي بسلامتي اجى لعندها واحد قال عشان عم تضحكي؟ عم ندفن جوزك عشان عم تضحكي؟ قال عم بضحك لانه هيدي اول ليله بعرفه فيها على المظبوط وين رح ينام. ابو عبد البيروتي في ام عبد هون شي؟ يا بنت الكار ليك معمول عليك. فإذا أبو عبد بدون ام عبد. خلينا نرجع صار أحسن ما نرجع لبن. شو بدنا بهالقصة؟ يسعدني الله الصباح زعفة كبيرة للصباح الحلوة فيها. حاصلوا أبو عبد أنت حضرنا. حاصلوا أبو عبد إيه؟ عم يعملوا له امتحان بالإنجليزي، قالوا يا أبو عبد يو سبيك إنجليش؟ قالوا يس خال. مثل ما شايفك وشايفني يعني بلبل. قالوا اسم الله عليك. إذا بتقول له يا أبو عبد الواحد تعال هون بالإنجليزي، شو بتقول له؟ قال له بسيطة بقول له كم هير خال. قال طب إذا بتقول له روح لهونيك شو بتقول له؟ قال له بروح أنا لهونيك بقول له كم هير خال. شحات مالك تحت بنايه، واقفة وحدة على البلكون، إجا لي قال الله يخليكي من مال الله رقيق، الله يخليكي رقيق. قالت له عيب عليك طول وعرض مثلك وعم تشحر، ليه ما بتشتغلي؟ قال لك حتحكي لي قصة حياتي كرمال الغيب، حتعملي لي محاضرة كذا، بكبر غيب. قالت له حسبت لك الغيب بس ما بقى تشحر، أنا لو حكيت كلامي كلام شحالين مش إنه يعني. قالت له طيب اجى ثاني يوم من بين الله الغيب الله يعطيك الغيب، لك شو بقى رجعت تشحر؟ قال بس اليوم بحياتك بس اليوم. قالت له بتعرف إذا بعرف تجي، حقلت له عليك سطل مي باردة. هلا طيب خلص ثالث يوم مالك تحت البنية شافته وعم بشوف شرجي تشحب. قال لا وحياتي يا قميصي مفتوح بدي ابن وخال من عندك بس عيريني اياهم. قلت له بس ابن وخال؟ قال له عيرك بس ابن وخال. كم مش الابن وخال واجت بدها تزد له اياهم؟ لك كيف بدي زد لك الابره؟ بدك قطاعي. قال بسيطه اشتريها بالغير. طيب فاتت اجى الحكيم قال شو اتفقنا يعني؟ قالت له اه. قال يلا اقلعي. قالت له لا
غريب يعني مش يوم عليك اعجب على الشيء الغريب. انا بعمر جوزي ما اجي على البيت ولا لي مع الشيء الغريب، كلهم اصحابه. وراح نبلش نحن وياكم برنامجنا الغنائي، بس قبل ما نبلش بدنا منكم زقفة كبيرة لفرقتنا الموسيقية بقيادة الأستاذ عدنان لغات. وحدي على السريع على السريع سريع تلاتة أربعة. إيه أكو واحد طويل يتجوز وحدي طويل يتجوز شو؟ بعده؟ عم يزحف في الباب، واحد طويل يتجوز وحدي طويل جاب ولد صار يبيع عينك للطيارات. واحد داخل وأما واسع لا واحد داخل والأمر. واحد بخيل يتجوز وحدي بخيل بتعرفي ليه؟ لا ما بتتدخلي انت. واحد دعس الترين على اصبعه ما بتعرفي ليه؟ كان حاط اصبعه بتمه. ايوه واحد كان عم يشرب حليب مات بتعرفي ليه؟ وقعت عليه البقره. زعلان الدور بتعرفوا؟ الدور ليه بتضل زعلان؟ أكيد بيقولوا عن مرته يا بقرة. كيف عرفوا إنه الجزر بأول نظر؟ بتعرفي؟ قال شفت بحياتك أرنب لابس عوينات. بشقيقات المطرب الفنان احمد دوغان، اهلا وسهلا فيهم. شقيقة وحدة معلش عيوني حابين بعضهم يعني شوي على قصة عيونهم هيك حول بس ما قالوا الخبرية. قال في واحد احول ضل ست اشهر يصرف على بيت الجيران. هلا بنقول لكم الختام دايما حيكون مع المسك والعنبر والطل الحلو اللي نحن نتصبح فيها ونستبشر فيها بالخير مع ست الكل المطربه الكبيره منى بن عشري.
فيكم فرد الفرد، وإن شاء الله يا رب تكونوا مبسوطين معنا. أهلا وسهلا فيكم جميعا. بس بدنا نعرفكم شوي اليوم ونتجاوب مع بعض، شو رأيكم؟ فألف شكر للأستاذ ديب أبو شهادة عم نعزمه معنا. طبعا ننسى الكرة المصرية، ألف تحية لإلهم. وبشكر الأستاذ عدنان عبد الله عن صغري أبو ربيع، ألف شكر، أهلا وسهلا فيك. وبشكر أصدقائي وأحبابي بسام صالح وعبد الله مرزي على الأصوات الحلوة، فأنا بشكركم كثير وأهلا وسهلا فيكم جميعا. إن شاء الله بنقدم صحية حلوة أنا وياكم. أستاذ غسان صعب عن رقص thank you.
نطلب انه لو بحبوا حدا يرقص على الطاوله ممكن، بس هون اذا بتريد تسمحوا لنا فيه شوي. كمان يسعد صباحكم اهلا وسهلا فيكم، يسعدنا نلتقي فيكم مره ثانيه اهلا وسهلا. ان شاء الله بكتبوا كثير انتم عم تعملوا مكياجات هيك لك. Thank you.
وهلا كلنا سوا بنقول طلع علينا السلطان بنقول يا ألف صباح الخير بسلطان الطرب جورج وسوف كثير رمز الصبح الله يوفقهم وان شاء الله حرمني بحاتبنا على كلمه اول وحده بس تعذروها اذا في شيء I'm
السهر جرح عينينا جرح عينينا I'm
حبيبي عصفور، أنا الأشكال دي بتاعتي.